حقوق انسان ماكو بالعراق. حفلة بالبلديات. الو ولك حفلة محمد امشي. عشرني واه وقام شد حزايمه. هل العراقي لديه حقوق؟ حقوق الانسان عمي. حقوق الانسان بالعراق. حيا الله حقوق الانسان عمي. العراقي لديه حقوق يعني ما يقدر واحد ينشره. تحس نفسك عندك حقوق؟ اي طبعا. لا ليش؟ شنو حقوقك؟ شنو وين حقوقي؟ حقوق الانسان يعني تقريبا معدومه، يعني تحتاج تطوير اكثر. عندك حقوق؟ والله كشو عندي. انت كعراقيه تعرفين شنو حقوقك؟ حقوق الانسان. وين هاي؟ وين بيتهم صار الحقوق؟ مدلله مو مدلليها؟ ايه احسن مني. شو لك؟ شكرا جزيلا، تعبناك حبيبي. السلام عليكم. سلام. خل اسوي نفس عودان، احب الحيوانات. وهاي هم اكو بنات جايين لعبن الكلب مالتك. انت طلع على مود هاي السالفه مو زين. تدري من حقك تطب للمستشفى؟ اطلع مكسر. تدري من حقك من توقف على الشارع تاشر التاكسي؟ ما يوقف لي، يطلع قبر. اليوم موضوعنا عن حقوق الانسان، بدنا نشوف العراقي عنده حقوق انسان. والله عنده حقوق مال. اعطيني حركه مال رياضتك بعد. انا اقدر اسوي هاي. مو هاي. شلون قلبي؟ شلون احوالك؟ تعرف حقوق الانسان شنو؟ تعرف حقوق الانسان؟ لا. والله الانسان لازم يعيش ببيت. لازم؟ ايه. يعني مو على الرصيف؟ لا. والله. يكون عنده عطله يستمتع بيها يعني؟ عطله؟ الانسان من حقه انه يكون جوازه محترم؟ جوازه؟ ما تتعور. هي هاي حقوق الانسان. حقوق الانسان عمي. بعد شي ابي. هي هاي. سيداتي يا نساتي سادتي، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الاستطلاع. تقبلوا تحياتي أنا علاء الإبراهيمي من قلبي عاصمة فنزويلا. مايكروويف أوفن.